وأنت تدخل مدينة تيميمون رمز الأصالة والاعتزاز، يستهويك جمالها الطبيعي الخلاب الممزوج بحضارتها وقصورها العتيقة. إغزل المعلم التاريخي الأثري الشاهد على فن العمارة القديمة بمنطقة جوريرا، هندسة معمارية شكلت خصوصية تراثية وثقافية للسياح والزوار. واحد الكلمة مشهورة يعني يقولوها ناسنا بكري، اللي بغى يخزر بغى يخزر يعني بغى يشوف يزير قصر يخزر. Alors c'est la première fois que j'ai vu Timéimoun. Ça fait des années que nous avons vu les réseaux sociaux, les gens qui ont voyagé là et tout. C'est très beau, c'est agréable, mais elle fait la culture l'Qdima, les gens sont très accueillants, Mdiafin. اعتمد السكان الأوائل في تشييده على مرتفع صخري يتوسط التجمع السكاني وواحات النخيل، في خطوة وقائية تتيح لقاطنيه مراقبة مختلف التحركات والمخاطر المحيطة بالقصر. وبهذه الخصوصية أصبح قصر إغزر قبلة للوافدين من مختلف المناطق والدول. هذا القصر نتاع إغزر عليه جاي عالي بور تروا ريزون. لو برومي ريزون بكري كاين الماء في الأرض. دوزيام ريزون كانت الناس باش تحمي روحها على الغوزات. وتروازيام ريزون كاين الماء باش الناس ما يعني ما يبعدوا على الماء، وفي نفس الوقت ثاني باش يشوفوا الهواء النقي. وتنتهي المتعة المفضلة لغالبية السياح عند الصعود إلى قمة هذا القصر وأخذ شروحات مستفيضة حول نمط عيش السكان في القدم والاستمتاع بجمال الطبيعة بمنطقة ولاد سعيد بتيميمون.